هو الشكل النهائي ديال الشاورما من بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل، صراحة كتجي رائعة. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كيف كتشوفوا قدمتها مع شوية ديال الفريت وشوية لاموطارد والكيتشوب والمايونيز. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تبخلوش عليا بارائكم واقتراحاتكم، وتبارطاجيو لي الفيديو مع احبابكم ومع اصحابكم، وما تنسونيش بتشجيعكم ليا بجام. والناس اللي اول مره كتزور القناه كنقول لكم مرحبا بكم في قناه مطبخ ساره ام هدايه، ومرحبا بالناس القدام. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم ومع اصحابكم، والى اللقاء الى فيديو اخر والى وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متتبعاتي الغاليات، مرحبا بكم في قناه مطبخ ساره ام هدايه. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي وبصحه جيده ان شاء الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ اليوم ان شاء الله نقدم لكم الطريقه ديالي باش كنخدم الشاورما. غندوزو على بركه الله نقدم لكم مقادير ديال العيش، وعادش نقدم لكم ان شاء الله المقادير اللي كنحتاجو للدجاج. كنحتاجو للعيش الخبز ديال الشاورما، كنحتاجو ليه واحد نص كيلو ديال الدقيق، اولا الكميه كتبقى على حساب كل واحد، ممكن تزيدو ممكن تنقصو. وعندنا شويه الملحه، وعندنا شويه ديال الخميره الفوريه، غير شويه منها. غندوزو على بركه الله الطريقه ان شاء الله. وكنحتاجو حتى الماء بارد، ما ذكرتوش انا غنديرو ان شاء الله. غناخدو شويه الملحه، بسم الله. الملحه راه كتبقى على حساب الذوق ديال كل واحد. وغناخدو شويه ديال الخميره، يعني كيف كتشوفوا غير شويه صافي. غندير التعجين بالماء بارد ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما عجنت العجينه ديالي، بسم الله، كتجي بهذا الشكل. هذا خاصها تكون مدلوكه مزيان، وفي نفس الوقت راه ما كتلصق ما والو. كيف كتشوف غنخليها ترتاح واحد شويه هنايا، وندوز ان شاء الله باش نرقد معكم الدجاج. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما عجنت العجينه وخليتها كتستراح، دابا غندوز ان شاء الله باش نوجدوا الحشوه ديال الشاورما. كنحتاجوا للدجاج قطع ديال الصدر اولا بيبي، يعني اللي عندكم. انا كنحتفظ بالصدوره ديال الدجاج، وكنبقى كنخدم بهم هكا شاورما ولا سندويتشات. المهم الكميه راه كتبقى على حساب كل واحد، الكميه كتبقى على حسابكم. عندي هنا واحد الياغور الطبيعي، عندي واحد المعلقه ديال الخل، عندي شويه ديال السكنجبير، شويه ديال العطريه ديال الشاورما، وعندي شويه ديال التحميره، وشويه الملح، وواحد الضريس ولا جوج ديال الثومه محكوكين، وشويه الابزار، وشويه ديال الموطرد. هادو هما المكونات اللي غنحتاج. غندوزو على بركه الله باش نخلطو هاد الدجاج. كيف قلت لكم غندوزو ان شاء الله باش نرقدو هاد الدجاج، بسم الله. ناخذ شويه الابزار، ممكن انكم تضيفوا الحار اللي كيبغي الحار، ممكن انكم تضيفوا الحار السودانيه ولا. المهم عندنا هنا شويه ديال التحميره، بسم الله. عندي هنا العطريه ديال الشاورما، العطريه ديال الشاورما راه كيكون مجموع فيها بزاف العطريه، حبتين القزبر، يعني كيكون مجموع فيها بزاف العطريه. راه يمكن لكم تشريوها واجده اولا شينها ان شاء الله، غنخليها لكم نجمعها ونحطها لكم ان شاء الله. وعندنا هنا شويه الابزار، هذا سكينجبير، غنديروا هاد الثومه، يمكن لكم اللي عنده ثومه غبره يمكن ليه يديرها، اللي ما عندوش راه يخدم غير بهادي عادي. ديما كنحاولوا اننا نخدموا باللي موجود عندنا في الدار. وعندنا هنا شويه الملحه، الملحه كتبقى على حساب الذوق. وعندنا هاد المعلقه ديال الخل، معلقه صغيره، وعندنا هاد المعلقه ديال لاموطارد. وهاد الياغورت طبيعي، صراحه كتجات الشاورما غزاله. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، ومن هنيت كتوكلي لوليداتك شي حاجه اللي مصايباها في الدار على يديك، شي حاجه زوينه ولذيذه وفي نفس الوقت صحيه. يعني كتوكلي لوليداتك شي حاجه مصايباها في دارك، نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله، تردوا لي الخبر كيف جاتكم. دابا غنخلطوا هاد الدجاج مزيان،
ونحطوه على جنب باش يرقد لينا. اللي بغى يرقدو من قبل ويخليه يرقدو يعني من قبل. المهم كيبقى لكم الاختيار امتى ترقدو. صافي غنخلط هاد المكونات مع بعضياتها مزيان ونخليه كيف ما قلت لكم يترقد، وندوزو ان شاء الله باش نكملو الخبز ديالنا العيش ديالنا. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما خليت هاد العجينه ديالي ارتاحت، غندوز ان شاء الله باش نشكلها. بسم الله. نشكلوها الطريقه صغيورين. كنحاولوا اننا نديرو طريفات غير صغيورين كيف كتشوفوا. صافي ونشكلوهم. على هذا الشكل هذا الكويرات يكونوا صغيورين. وغنكمل ان شاء الله بنفس الطريقه ونرجع معكم باش نكملوا. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما كورت العجينه كويرات، كناخذوا كويره بسم الله كنرشوا الدقيق كنحاولوا اننا نبقاو نقادوها على شكل دائره. بهذا الشكل هذا وكنعاونوا بيدينا، الا بانت لينا ما مقاداش كنبقاو كنعاونوا بيدينا. كنحاولوا اننا نرقوها مزيان. كتعرفوا العيش كيكون رقيق بزاف خصنا نرقو، وكنبقاو كنعاونوا بالدقيق. ضروري تعاونوا بالدقيق. كيف كتشوفوا ملي كتبان لكم الدائره ما مقاداش كتبقاو كيف ما قلت لكم تقادوها بيديكم بهذا الشكل هذا. كتبقاو ديروا ليها بهذا الشكل هذا حتى كتقاد. كتشوفوا كنبقاو كنقادوها بيدينا بهذا الشكل هذا حتى كتعطينا شكل دائري. وانتم كتجي يعني واخا تبقاي تلعبي بها ما كتخسر ما والو. الصراحه كتجي زوينه بزاف هاد العجينه هذه. وحتى فاش غنبغيو نرميوها في المقله راه غنزيدوا البلايص اللي بانت لينا ما مقادينش غنقادوها في المقله باش تجينا دائره مقاده. غتشوفوا معايا ان شاء الله. دابا غنهزوها باش نديوها طيب. كيف كتشوفوا غنعاود معكم واحدة اخرى. بسم الله. ضروري كنعاونوا بالدقيق وحنا كنخدموا. كيف قلت لكم واخا ما تكونش مقاده راه غتقاد نتوما. مع بيديكم كتقادوا الدائره. وهاد الدقيق راه كيتحيد كيف شفتوا نتوما. ها هي الدائره مقاده. وحتى في المقله كيف قلت لكم الا حطيتوها راه غتزيدوا مازال تقادوها. نتمنى ان شاء الله ان الشرح يكون واضح. وغنكمل ان شاء الله هاد الخبز كامل اللي عندي ونرجع معكم باش نكملو. دابا كيف كتشوفوا المقله من بعد ما سخنات كنهزو هاد العيش هذا و
كنقعدو. وكيف كنرميوها كنقلبوها ديك الساعه كنبقاو كنقلبو فيها باش تجينا محلوله من الوسط. وانا هنا راه دايره العافيه مهيله ما مجهداش على البوطه باش ما تحرقش ليا. كنبقاو كنقلبو بهذا الشكل هذا باش كتجينا العيش ديالنا يجينا محلول من الوسط. واللي بغى ان الدائره ديالو تجي مقاده مزيان راه يعاون بشي طبصيل ولا بشي سيركل مدور يمكن لكم تقطعوا به، تبقى لكم الاختيار. كيف كتشوفوا هي بدات كتنفخ، هانتوما شفتوا كيجي محلول من الوسط هاد العيش هذا. هانتوما هنكمل ان شاء الله الطياب ديال العيش ديالي كامل بنفس الطريقة ونرجع معكم باش نطيبوا الدجاج ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما خليت هاد الدجاج ديالي ترقد ليا مزيان كناخذ واحد المقله كنديروا فيها شويه زيت الزيتون اولا الزيت الروميه اللي عندكم اللي بغيتو. هناخذوا هاد الدجاج يمكن لكم طيبوه في الفران، اللي بغى يطيبوه في الفران راه يمكن لكم طيبوه في الفران. غنديروا ان شاء الله فوق البوطه حتى يطيب. دابا كيف كتشوفوا ديالنا ها هو كيتشحر. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما وجدت هاد الخبز ديال هاد العيش ديال الشاورما كيجي على هاد الشكل. صراحه كيجي رائع واخا تلعبي بيه كيف ما بغيتي يعني ما كيخسرش. ها نتوما كيف كتشوفوا كيجي رائع. وهاد الدجاج ها هو طيبته كيف كتشوفوا. عندي هنايا واحد المطيشه مقطعه طريفات بهذا الشكل هذا رقيقه. عندي هنايا هاد الكورنيشو وعندي الفروماج وعندي المايونيز. كيف يمكن لكم تضيفوا البصله اللي بغيتوها ولا الخس يعني كيبقى لكم الاختيار. ندوزو على بركه الله نقدم معكم الشاورما اللي كتجي الصراحه كتجي غزاله وكتجي زوينه بزاف. غير جربوها ان شاء الله وكتعرفوا باش مصايبينها يعني في داركم كطلع لكم في الثمن رخيصه وفي نفس الوقت كتوكلوا وليداتكم شي حاجه اللي في داركم ومصايبين على يديكم. كيف كتشوفوا صراحه كتجي سهله غير جربوها والاهم انها كتجي لذيذه بزاف. غير جربوها ان شاء الله. تشهوا لي انا الشاورما وقلت نشارك معكم الطريقه ديالي ان شاء الله. طريقتي اللي بسيطه وسهله واي وحده تقدر تخدم بها ان شاء الله. واللي كتزور القناه اول مره كنقول لكم مرحبا بكم في قناه مطبخ ساره ام هدايه، ومرحبا بالناس القدام وجداد. كنقول لكم شكرا بزاف على تشجيعكم وما تنساوش تشجعوني بجيم. كيف كتشوفوا درت مطيشه درت المايونيز دابا غندير الدجاج. صراحه طالعه الريحه رائعه يعني غزاله نعيا نشكر لكم فيها ولكن حتى تجربوها ان شاء الله راه كتجي رائعه. نجربوه دابا غنكمل ان شاء الله هاد الشاورما ديالي كامله بنفس الشكل وغنديرها في بريصه حتى تبريصه يعني غنديرها في هذيك الباليني حتى تبريصه ليا ومن بعد نتلاقى بكم باش نكملوا التتمه ان شاء الله. ونسيت ما قلتش لكم غنديروا الفروماج.
فرماج كيبقى اختياري، يعني اللي بغاه يديرو اللي ما بغاش يمكن ليكم تفادوا، كيبقى اختياري فرماج. حتى هو كيزيد واحد اللذة لهاد الشاورما صراحة، كيزيد واحد اللذة كبيرة. وكيف قلت لكم غنديرها ان شاء الله تبريصة ونرجع معكم. ها هو الشكل النهائي ديال الشاورما من بعد ما وجدات، كتجي على هذا الشكل صراحه كتجي رائعه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كيف كتشوفوا قدمتها مع شويه ديال الفريت وشويه لاموطارد والكيتشوب والمايونيز. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تبخلوش عليا بارائكم واقتراحاتكم، وتبارطاجيو لي الفيديو مع احبابكم ومع اصحابكم، وما تنسونيش بتشجيعكم ليا بجام. والناس اللي اول مره كتزور القناه كنقول لكم مرحبا بكم في قناه مطبخ ساره ام هدايه، ومرحبا بالناس القدام. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم ومع اصحابكم، والى اللقاء الى فيديو اخر والى وصفه اخرى ان شاء الله.